تفتقد البندقية اليوم يدا ما برحت تذود عن أطفال ونساء سوريا، وتفتقد اليوم جبهاتها فارسا لم يترك ثغرا إلا وكان له فيه كرات. لذلك أبشروا يا شباب، نحن الله معنا إن شاء الله. إن شاء الله. بس أمرين نرجع نأكد عليهم، ما يكون عندنا معاصي لله عز وجل لأنه تخلى عنا الله. الشهيد عبد القادر الصالح في ذمة الله متأثرا بجراحه في مشفى غازي عنتاب بتركيا إثر جروح بالغة أصيب بها الخميس الماضي جراء غارة جوية استهدفت اجتماعا ضم قادة لواء التوحيد في مدرسة الشهيد أبو فرات بحلب. أعلى درجات الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، والآن أنت مرابط في سبيل الله. حجي مارع كما كان يحب أن يلقب هو قائد لواء التوحيد بحلب ذو 33 عاما، ولد في بلدة مارع، متزوج وله 5 أولاد، اشتهر قبل الثورة بتجارة الحبوب إضافة للدعوة إلى الإسلام في سوريا وعدة دول أخرى بعد أن أمضى خدمته العسكرية في وحدة الأسلحة الكيميائية في الجيش السوري. والله ينصرك حلب يا حلب ناصرتنا. الشهيد عبد القادر كان من أول المنضمين للمظاهرات والنشاط السلمي منذ بدايات الثورة في مسقط رأسه مارع، انتقل إلى العمل المسلح بعد أشهر، ثم اختير ليكون قائد الكتيبة المحلية في بلدته، ثم ليقود مجموعة من الكتائب العسكرية في الريف الشمالي لحلب تحت اسم لواء التوحيد. ويباركون للأخ المجاهد قائد لواء التوحيد عبد القادر الصالح. إيمان الشهيد عبد القادر وتواضعه وحضوره القوي رغم نحالة جسده أكسبه شعبية كبيرة في مدينة ومحافظة حلب. شارك في معظم المعارك التي خاضها اللواء في عمليات تحرير المدينة بمعركة الفرقان العام الماضي، إضافة لمعارك الريف وآخرها في محيط اللواء 80. نسأل الله أن نعيننا إن شاء الله ونفك الحصار عن أخواننا بالقصير ونروح معهم. وكما كان سباقا في معارك حلب وريفها، كذلك كان من طلائع المجاهدين الذين ذهبوا إلى مدينة القصير بريف حمص في الدفاع عنها من الهجمة الشرسة التي تعرضت لها قبل أشهر. يعني طريق بدأناه رح نكمله بعون الله تعالى. تعرض الصالح لأكثر من محاولة اغتيال إضافة لإصابته عدة مرات أثناء الاشتباكات، كما وضع نظام الأسد مكافأة مالية وقدرها 200,000 دولار لمن يعتقله أو يقتله. روسيا وإيران وحزب الله دعمتك، نحن مين عم بيدعمنا؟ ما لنا غير الله، كل الأمة تخلت عنا. يكون في علمكم الآن نحن صحيح المعركة على أرض سوريا، لكن هاي المعركة عن الأمة كاملة، عن الأمة قاطبة، عن أمة الإسلام وأهل السنة والجماعة قاطبة. رحل الشهيد وبقيت وصاياه تتردد أصداؤها على جبهات القتال وبين الثوار، كيف لا وقد بايعهم وبايعوه على الصبر والثبات كما قال وأوفى حتى الموت. لكن نتبايع الموت، سمعتوا بيعة الموت؟